استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. وفي بداية الاستقبال رفع الجميع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أيده الله خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه الذكرى المجيدة، معربين عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة وشعبها الكريم من إنجازات نوعية في كافة الميادين ومختلف القطاعات، والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة ومتقدمة بين دول العالم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ونهجه السديد، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد لمواصلة قيادة مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها مملكتنا العزيزة في عهد جلالته الزاهر. وقد رحب جلالة الملك المعظم حفظه الله بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة، معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إنها مناسبة يحق لنا الاحتفال بذكراها، فميثاق العمل الوطني كما وصفتموه يا سيدي فتحاً جديداً في تاريخ البحرين، وهو كذلك، فقد وضع ميثاق العمل الوطني مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية من خلالها دخلت مملكة البحرين بفضل الله تعالى وبفضل فكركم النير أيدكم الله، دخلت عصرا جديدا من العمل الوطني الذي نشهده اليوم بما تحقق في مسيرة التنمية الشاملة. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم
أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم. قصيدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني يلقيها الشيخ أحمد بن حمد بن عبد الله آل خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلالة الملك المعظم، مساك ربي بمزن الخير مدرار يخصك وعم الدار وأهل الدار، وأذن لي يا طويل العمر بإلقاء القصيدة. باسم الأدب، باسم الأدب هالفلك لجله وشرناه، وانذر ردي الشعر مويل لطيمي، واما الجزل من كل جوز حملناه نحميه عن سوء المآل الوخيمي، ثم فار تنور البحر وارتفع ماه، واحنا معاه وسط مويه نهيمي عليه من عنغارة النقص يبراه، فرز الشدايد والمصاب الجسيمي، طيب الأدب أمن على خير جزلاه احمى حمد عن كل شر أثيمي. بمرحبة بمرحبة وأهلا وسهلا وحياه، السنع في عهده يعيش النعيمي، عذب النسب جزله على الطيب يمناه أصله إلى نبع الوايل سليمي، نهر التغلب انت سيده مبناه سده دلتاه الخصيب المجيمي، ترثة ربيعه انت عذقه ومجناه ومن الرمك اورثك حظ عظيمي، الملك يزهى في ربيعه وشفناه فيكم، عسى ربي الملكك يديمي خصك وصاغ المجد تاجك بيمناه، وحداك يا حرز التراث الجديمي، والعز من فعلك نزع عنه برداه، والبسك يا غوث الضعيف اليتيمي غيثك بلغ ذبل التقاليد وحياه، الجود لك لولاك لاصبح هشيمي، ويوم العوايد يرت الصوت بالآه، الوقت جرعها الغلي الحميمي، محد نصرها من سموم المعاناة إلا أنت، وأنتم في براد وغيمي بات النصر متبسم لك وأرضاه فعلك، فأصبح لك ولي حميمي، رحاك لي دارت على الضد تفناه وتحيل صلب الباس منه منعيمي، شاهق فأذهلت المقالم والأفواه في مدحكم يتعب لسان الكليمي، صح القصيد بفضل جودك وطرياه وشعر خلا ذكرك عويج سجيمي، وسلامتك يا طويل العمر. بعد ذلك أقيمت العربة البحرينية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة. Yeah.
واستذكر جلالة الملك المعظم رعاه الله في هذا اليوم التاريخي الوقفة الوطنية الصادقة والمشرفة لشعب البحرين الكريم، والتي جاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين بإجماع غير مسبوق، جسد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضري، مؤكدا جلالته أن ثوابت ميثاق العمل الوطني بروحها المتجددة ورؤيتها الواعدة ستظل دافعا للمزيد من البناء والتطوير وتعزيز دور المؤسسات التشريعية وفتح آفاق أرحب للمشاركة الشعبية وفق نهجنا الديمقراطي المتطور، وذلك من أجل خير البحرين وشعبها العزيز وأجيالها. كما أكد جلالته رعاه الله أن راية البحرين ستظل بإذن الله عالية خفاقة ورمزا للتقدم والإنجاز والطموح بسواعد أبناء الوطن الكرام وإخلاصهم وتكاتفهم جميعا وحبهم لبلدهم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وأن تواصل تقدمها على المستويات كافة.